هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يفقد الدعم العالمي بسبب قصف المدنيين في قطاع غزة في أول خلاف من نوعه يظهر للعلن بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. بايدن الذي تحدث الثلاثاء في حفل انتخابي بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعا رئيس الوزراء الاحتلال إلى تغيير موقفه الرافض لحل الدولتين والبدء في تنفيذ خطط سلام مع الفلسطينيين. كما هاجم بايدن في تصريحه المفاجئ اليمينيين المتطرفين في حكومة الاحتلال ومن بينهم الوزير إتمار بن غفير الذين قال إنهم لا يريدون أي شيء من قريب أو بعيد عن حل الدولتين وإنهم يريدون فقط الانتقام من جميع الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي أعرب أيضاً عن مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعمها للاحتلال، واعتبر مراقبون تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها محاولة للتنصل من تبعات دعم الولايات المتحدة للاحتلال وبداية الإقرار بالهزيمة في قطاع غزة. إذن وردنا قبل قليل مشاهدين هذا الخبر العاجل، حيث قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة P-29. وقالت الكتائب القسام أيضا إنها دكت تحشيدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخان يونس بقذائف الهون. الآن ينضم معنا الآن مباشرة السيد أنس إبراهيم رئيس الهيئة التنسيقية لمواجهة التطبيع. نرحب بك سيد أنس إلى هذه النشرة. بداية دعنا نتحدث عن تصريحات بايدن الغير مسبوقة التي قالها بالأمس، بداية ما دلالات هذا التصريح في هذا التوقيت من وجهة نظرك سيد أنس؟ أهلا وسهلا بكم. حقيقة ما صدر عن بايدن يأتي نتيجة ثلاثة أو أربعة مسارات أساسية. المسار الأول وهي التقارير التي أرسلتها السفارات الأمريكية في دول العالم المتعددة والتي أظهرت مدى الكراهية التي تتعرض لها أمريكا وربطها مع الكيان الصهيوني. لذلك وصلت هذه منذ حوالي أسبوع تقريبا، إضافة إلى هذا مسار أول. المسار الثاني الذي دفع بايدن لهذا التصريح هو صمود المقاومة وعدم قناعته بقدرة الكيان الصهيوني على تدميرها. المسار الثالث المسار الانتخابي، وهو مسار مهم جدا بما لبايدن، خصوصا أن الانتخابات اقتربت وهناك تهديد لحزبه الجمهوري وله شخصيا أن لا يتم التجديد له مرة أخرى. والمسار الرابع وهو مسار مهم أيضا ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثي والتي حقيقة عطلت مسارات الملاحة الخاصة بالكيان الصهيوني وهددت الملاحة البحرية ودفعت أكثر من دولة أوروبية، حوالي 13 دولة أوروبية دفعتها لأن يكون لها موقف لإيقاف هذه الحرب. هذه الأمور المجتمعة أدت إلى أن ينزل بايدن عن الشجرة ويقلل جزء من دعمه اللامنتهي للكيان الصهيوني وأصدر هذا البيان، ولكن حقيقة على الأرض لا يزال الدعم مستمر من قبل أمريكا للكيان الصهيوني المجرم، دعم لا متناهي، لكن قد تكون هذه بداية النهاية إن شاء الله لهذه الحرب. كما تحدث سيد أنس، يعني نزل بايدن من الشجرة، ولكن هل سيكون هناك ضغوطات الآن على الاحتلال أو حتى على حكومة نتنياهو حاليا بوقف هذه العدوان أو حتى البدء بهدنة ربما أو حتى صفقة؟ كل المسارات واردة حقيقة، إن هذه حرب غير اعتيادية، فأي مسار لا يمكن ترجيحه سوى بالنظر إلى الميدان. لكن بالنظر إلى موقف نتنياهو حاليا نقول أنه يعني يخسر من موقفه على جميع المستويات. المستوى الذي نتحدث فيه اليوم هو مستوى الدعم الأوروبي الأمريكي، يقل بشكل أو بآخر أو نرى تراجع في الموقف. الموقف الداخلي بينه وبين قادة الجيش والقيادة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية هناك بدأت تظهر المشاكل على السطح،
وبدأت تؤثر إلى اهتزاز هذا الكيان. المسار الثالث أو الموقف يعني الداعم لإيقاف هذه الحرب من جهة أخرى هو الخسائر الكبيرة التي اعترف فيها، اعترف طبعا الجيش ب 5000 ما بين جريح وقتيل من جنوده، 2000 منهم أصبحوا في حالة إعاقة. وهذه الاعترافات هي ليست الصحيحة، هي اعترافات جزء من الصحيحة، لكن هذا حدث بعد كثير من التسريبات التي ظهرت، بالإضافة إلى طبعا الضغط الشعبي وضغط أهالي الأسرى لإنهاء هذه المعركة. السيناريوهات المتوقعة إما أن يكون هناك رضوخ بشكل أو بآخر لما تريده المقاومة عبر إيقاف الحرب واللجوء إلى اتفاق سياسي بشكل كبير أساسه تبادل الأسرى، وإما أن يكون هناك عروض سياسية للمقاومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني عبر الوسطاء لحل هذه المعركة. وقد يكون هناك سيناريو هو غير مرغوب أو سيناريو ربما تصعيد من قبل الاحتلال، يعني تصريحات أيضا نتنياهو يتحدث أنه سوف يصعد في الضفة الغربية. ما هي أيضا قراءتك لهذه هذا المسائل؟ هذا السيناريو الثالث وهو غير مرغوب، يعني المقاومة الآن صامدة وثابتة صحيح، لكن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني شاق عليه، فمن جانب غير مرغوب للشعب الفلسطيني ومن جانب غير مرغوب لدى نتنياهو. ويقول كذلك هذا كحرب إعلامية وتسويق أنهم صامدون، لكن الجيش والكيان الصهيوني من الداخل يتعرض لأزمة كبيرة، يتعرض الجيش لانهيار، يصعد صحيح في الضفة الغربية تحت عنوان الردع ليس تحت عنوان أنه يريد التصعيد، يحاول الردع عندما يقتل الأطفال ويقتل غير المسلحين من المدنيين. نعم. هو يريد أن يردع الضفة الغربية حيث لا تقوم بأي أعمال أخرى، ولكن حقيقة هو سيناريو غير مرغوب استمرار الحرب خصوصا ضمن هذه الخسائر الكبيرة. نعم. البشرية وضمن الوضع الداخلي الصهيوني، والإضافة لما يعني لم أتطرق له كثيرا ولكن هو مهم جدا وهو الجانب الاقتصادي، حيث يمر الكيان الصهيوني بأزمة اقتصادية حاليا على جميع المستويات، على جميع البورصة، على يعني يعاني العدو من مأزق في جميع المسارات والمستويات. سيد أنس، بالعودة لتصريحات بايدن، هل يمكن البناء عليه عربيا وتغير ربما الموقف هذا الأمريكي بعد تصريحات بايدن بالأمس سيد أنس؟ يعني أنا أقول لك إذا كان بايدن محق ويعني وهذا مسار، يعني هذا التصريح مسار وليس تصريح للتسويق الإعلامي، إذا كان هذا مسار سنجد تغير في المسار العربي تباعا، كون أمريكا هي الموجهة بشكل كبير. ولكن أنا أذكر لك أيضا موقف السعودية والإمارات التي أعلنت بشكل أو بآخر أننا لن ندعم أو لن نقوم بإعمار غزة إلا إذا أصبح هناك حل الدولتين. هذا يعني كان كرد فعل على تصريحات بايدن ونتنياهو السابقة أننا يعني بعد ما سيحدث في غزة وسيكون هناك حل سياسي آخر ستدعم الإمارات والسعودية إعمار غزة من جديد دون أي مشاورة ودون الرجوع إليهم. يعني دعنا نقول أن هناك يعني لم يعد الموقف الأمريكي أو الأوروبي أو حتى بعض المواقف العربية المتخاذلة متماسكة، أصبح هناك هزة كبيرة أساسها الكبير هو صمود المقاومة وفشل الكيان الصهيوني في حل هذه الحرب. صمود المقاومة غيرت المعادلة سواء كان سياسيا أو حتى عسكريا سيد أنس. نأتي إلى تصويت الجمعية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، كيف تجد هذا التصويت؟ ما أهميته إذا كان غير ملزم حاليا؟ حقيقة يعني الكيان الصهيوني يرى أن المجتمع الدولي هو عبارة عن يعني عن شيء غير ملزم له، عن أوراق يمكن أن إلقائها ورميها في القمامة، لكن تراكم القرارات الدولية تجعل الكيان الصهيوني محرج أمام هذه الدول، محرج أمام هذه الشعوب، وهي الشعوب الأوروبية بمجملها هي شعوب حرة وتضغط باتجاه قرارات سياسية
تلبي مفهوم الحرية والعدالة والأمان المجتمعي. لذلك سيجد الكيان الصهيوني نفسه يوما تلو الآخر معزولا تماما، وهذا ما لا يرغب فيه. الكيان الصهيوني يعاني من أزمة هوية ويعاني من أزمة اعتراف منذ نشأته. صحيح. عندما يجد نفسه أكثر انعزالا هذا يعني سيعيده إلى الخلف عدة خطوات حتى يتخذ الموقف الأنسب يعني لكسر هذه العزلة. نرى أنه كان يحاول كسر العزلة عبر التطبيع في المحيط العربي، ها هو في هذه الحرب أثبت وحشية كبيرة وأثبت أنه كيان غير طبيعي ولا يمكن التعايش معه. وحتى الأوروبيين إذا رأوا أن هذا الكيان بهذه الطريقة لا يسمع لقرارات المجتمع الدولي ولا لقرارات الأمم المتحدة سيكون معزولا بإذن الله، ولكن يعني لها الأثر الكبير. هذه نقطة مهمة سيد أنس، يعني الكيان بات أكثر انعزال حاليا دوليا، هل سيكتفي فقط بهذا الدعم الأمريكي خصوصا بعد الفيتو؟ هناك خسارة أخلاقية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الفيتو، فبالتالي هل سيكتفي فقط بهذا الموقف الأمريكي ويعني وانعزاله على العالم حاليا؟ حقيقة هو يريد الآن بعد هذه المعركة كان يريد أن يخرج بأي صورة نصر، فهو كان مضحي ببعض الخسائر على مستوى العزلة، على مستوى الموقف الدولي، على مستوى المحاكم والجنايات، على جميع هذه المستويات كان يضحي بها مقابل الخروج بمنظر نصر على أساس أن يعيد ترميم ذلك. لكن حتى الآن هو لا يحقق نصر ويخسر من جانب آخر. فأنا أعتقد أن الكيان الصهيوني لو أنه يلجأ إلى العقل ويلجأ إلى الحسابات الدقيقة سيجد أنه عليه أن يتوقف عن هذه الحرب حتى لا يخسر المزيد في هذه الحرب. نعم. ومن المعلوم عسكريا وسياسيا أن إيقاف الخسارة هو انتصار أو جزء من الانتصار. الكيان الصهيوني خسر ما خسر. صح. منذ 7 أكتوبر هو كتبت له خسارة في تاريخه، ولكن حتى الآن إذا أوقف خسارة قد يتجنب مزيد من الخسائر. نعم، رئيس الهيئة التنسيقية لمواجهة التطبيع السيد أنس إبراهيم، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا.